لهم تواجد كبير في سوريا وكذلك في لبنان وكذلك في اليمن. هذا للمستقبل سيؤثر على إيران كثيرا، سوى العراق هي تستفاد منه اقتصاديا، الباقي هي من تصرف عليه، يثقل اقتصادها الذي أصبح اقتصادا منهك وله تأثيرات سلبية على المواطن الإيراني من خلال العملة ومن خلال الحصار الذي حدث وأيضا عدم تصدير نفطهم. هذه للمستقبل القريب وليس البعيد ستكون له أثار سلبية على التركيبة الاجتماعية الإيرانية وعلى وضع إيران في هذه الدول الأربعة. يبدو أن النظام السياسي في إيران لم يستفد من تجارب المنطقة فيما يتعلق في تكبير مساحة المجال الحيوي، ولدينا في التاريخ المعاصر الكثير مثل هذا الشيء. أنا أعتقد مثل هذا الامتداد يعني في دول الخليج وفي منطقة الهلال سواء في لبنان أو في سوريا وفي العراق سيجلب الكوارث بالتأكيد على هذه الشعوب، ومن ثم الكارثة الأكبر ستكون على الإيرانيين. ربما لن يجدوا دولة بهذا المفهوم حينما يريدوا أن ينقلوا نفوذهم إلى مثل هذه الدول، بالتأكيد سيعرضوا دولتهم أيضا إلى خطر التشتت وربما حتى التشرذم. Hello.